الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تتسلم مديرية أوقاف قنا عدد 2 طن من اللحوم لتسليمها على الفور لمديرية التضامن الاجتماعي، وهذه الصكوك مرداه لوزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد بكار جمعة، وذلك لهدية إلى الأسر أن تقصر رعاية واحتياجها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يوم خميس 28/4/2022 تتسلم مديرية أوقاف المنيا سلعة 3 أطنان تسليمها لمديرية التضامن تسليمها للأسر أكثر رعاية، حتى وصل إلى مديرية أوقاف المنيا ومحافظة أوقاف المنيا الآن 50 طن حتى اليوم، وكل عام ولحضراتكم بخير.